أهلا بكم، مرحبا بكم. كما كل نهار عودناكم يجدد لقاءنا معكم يوميا في لايف معكم الشيخ مؤمن في الكوجينة بتاع الدار. باش نحضروا مع بعضنا كالعادة برشا حاجات. كنا بدينا من أول شهر في رمضان، أول نهار نحضروا في ماكلة ما تكلفش برشا، ما طلبش برشا وقت، ما طلبش برشا جهد. اليوم زاد كيف يجدد لقاءنا معكم كما عودناكم في لايف خفيف. باش نحضروا مع بعضنا الماكلة، للي ما عندوش دبارة ينجم يشوفنا يقولنا يشوف شنو باش نحضروا، واللي عنده دبارة زاد كيف ينجم يخلي لنا كومونتير ويعطينا رأي ويقولنا شنو هو دبارة نتاع اليوم. دونك كيف نجم تتفاعلوا معنا باللي كومونتير، تخليوا لنا ميساجات، واللي يحب يصل على روسيت احنا موجودين زاد كيف بقدرة ربي باش نجاوبوا على التساؤلات نتاعكم الكل. تنجموا تلقاو البث هذا موجود على الفيسبوك شيخ مؤمن بن يونس، كيف تنجموا تلقاوه على الشين يوتيوب رديف للي فلت حلقة، واللي يحب يسأل زاد كيف ينجم توا في اللايف يخلينا ميساج ولا كومنتير ويقول لنا بالضبط شنو هو الحاجات اللي يحب يستفسر عليهم ولا الحاجات اللي يحب يعرفهم. دونك صباح النور كاميليا، بونجور للناس الكل زاد كيف اللي خلطوا علينا، واللي كيف ما عندهمش دبارة، واللي حايرين في الايامات الاخرانيه نتاع رمضان ما عليهم كان يتابعونا. حاجات سهله كما يقولوا الناس بكري، سهله مهله، ما طلبش برشا وقت، ما طلبش برشا جهد، ما عليكم كان تجيو تابعونا في اللايف. بونجور يمينة، بونجور ايناس، اهلا بكم الناس الكل. دبارة نتاع اليوم مازال سهله. فواز بونجور، سهله ما تكلفش، خفيفه وبنينه، ونعرفوا الايامات الاخرانيه كيف انتم مازال تحيروا في الدبارات. اهلا بيك فواز. للناس اللي خلطوا علينا نقول لكم المنيو ساهل ماهل. عليا بونجور، روز بونجور. عندنا شوربه نتاع سبناخ، ونعرفوا المنفعه نتاع السبناخ، مع شوربه نتاع سبناخ سلطه نتاع لوبيا خضراء. سلام انا عايش في تونس. مرقه مرمز لويزا، سندا اعمل البرجر يا شيف، شوف ستوري نتاعي به، الله يبارك يا سندا. ان شاء الله بوتربي شو اللي شافه كبيره برشا سندا، وما شاء الله عليها في الكوجينه. الهام بونجور. مريم بن حسين، اهلا مريومة. روز هوني كابابوري قال لي اش نعمل بها، يفضلك به. كابابوري تنجم تعملها محشيه في الفور، وخذيت لي توبين كل يفتقوا يعطيك الصحه. دونك كيما قلت لكم بالنسبه لينا تقاول الاسرار نتاع الكوجينه كل سوا المطبخ اللي موجودين في لي ريسيت اللي موجودين في الريستوران، انتوا اللي موجودين في الوطن الكل، نحاولوا ما نخبي عليكم حتى شيء. لي زاستوس ولي تكنيك نتاع الشيفين الكل نوريكم شنو هو اللي موجود ميم سوب وموا سو سواغ. دونك الحاجه الباهيه كيما قلت لكم يمينه، بونجور بونجور، ان شاء الله ديما ملمومين بالخير، ان شاء الله ديما ملمومين بالخير. وانا فرحان بكم برشا برشا اللي انتم قاعدين تتابعوا فيا سيتو في اللايف وقاعد نتفاعل معكم. روز بالنسبه لكعبه البوري، كعبه البوري تنجم تجي راهو محشيه، تعمل تاخذ شويه كبار شويه زيتون، تاخذ شويه تن وشويه عظم وشويه جبن، تنظف كعبه البوري كيف تحط تفرسيها وطيبه في الفرن. انيس بونجور، مروان بونجور، ناهد بونجور، نهى توا جيت. شنو هي الدبارة نتاع اليوم شيف به؟ الجماعة اللي خلطوا علينا الكل نقول لهم دبارة سهلة ماهلة ما طلبش برشا وقت، اللي هي شوربة نتاع سبناخ، مع شوربة السبناخ باش نزيدو سلطة نتاع لوبيا خضراء، مع سلطة نتاع لوبيا خضراء عندنا جوانح نتاع الدجاج كالعادة باش نطيبوهم. هذيك الكل باش نزيدوه حاجة بنينة برشا اللي هي الديسير. عندنا الكابكابو به. سؤال فيسع على طاير مريم بونجور، للناس الكل اللي خلطوا علينا شنو هي حكاية الكابكابو؟ دونك الكابكابو اللي هي مرقة نتاع حوت، كيما تطيب تنجم تطيب على الكاس، كيما تنجم تطيب على الفور. للناس اللي يحبوا يعرفوا شنو هي الروسيت نتاع شنو الحشو، يفضلك رأس حشو نتاع كابت البوري. حشو نتاع كابت البوري شوية كبار، شوية زيتون، عظم طايب، شوية جبن، شوية تن، شوية معدنوس، هذوما كل تخلطهم مع بعضهم الكل، وبالطبيعة معاهم جبن وكعب عظم جست باش للمال نتاع الحشو، وتحط تفرسي بها كعبة البوري طيبة في الفور، ولا تنجم تعمل بها كبكب به. دونك قال لي شاف قولي على السلامة. سميرة بن حمودة عبيدي على السلامة. روز الله يرحم والديك. يمينة وي كبكب سي انتيريسون. زينة بونجور. كيما قلت لكم بالنسبة ليكم الجماعة توا اللي قاعدين تبعوا فيه في اللايف، قولوا لي شنية علاش سموه كبكابو؟ خاطر هو اسمه كبكابو واسمه زاد الحرايمي، ونعرفوا اللي شكري عكرمي صح شاف احلى شكر يا عايش خويا الغالي ربي فضلك. زينه حاج عمر بونجور. دونك كيما قلت لكم بالنسبه للمنيو عندنا الشوربه نتاع سبريخ، وعندنا سلطه تاع لوبيا خضراء، عندنا كاب كابو، عندنا تشيكن وينجز جوانح نتاع الدجاج، وعندنا كيف يويو.
بالنسبه للرسالة تاع يويو فيسا فيسا ورقه وسيرو، حضروا ورقه وسيرو باش نعطيكم الرسالة تاع يويو. نرجعوا للديسكسيون الاولى باش نقول لكم شنو فما الكابكابو، يسميوه كابكابو، يسميوه مرقه تاع حوت، وابار مسميوها ميرسي بوكو سميره، ابار مسميوها لويزا بونجور، يسميوها زيدا الحرايمي. دونك انتم زيدا قولوا لي علاش لابيلاسيون هذه موجوده نتاع الكابكابو، للي يعرف او كان عندكم وقت تلت اللايف هذا الكل، علاش سميوه الكابكابو؟ هو لابيلاسيون تاع كابكابو عندها اسم، نعطيكم انا بعد الريبونس، مي انتم قولوا لي هاكا خموا شويه وقولوا لي علاش سميوه كابكابو. به شيف توصيل لايف بعد رمضان ان شاء الله، قلت ربي نهي نعمل لايف. باهي باش نعطيكم الروسيت نتاع اليو. بالنسبه للروسيت تاع اليو، ورقه وستيل، ورقه وستيل وفيسا فيسا، شيف بربي الكنافه بيا الكنافه راهو عملناها، تنجم تتفرج على اللايف وتلقاها موجوده في اليوتيوب. شيف مؤمن بن يونس، نجم تحضروا زاده البريباراسيون تاعكم كله وتلاقيو في الانستغرام ولا فيسبوك شيف مؤمن بن يونس. نعطيكم باش نقراها زاده كيف كيف من هنا فيسا فيسا الروسيت نتاع اليويو. الروسيت تاع اليويو عندنا اربع كعبات عظم، كعبه ياغورت ناتوريل، 90 مليلتر زيت، 60 غرام سكر اعرج كيف كيف بالنسبه للسكر انتم وكيفاش تحبوا. صندوق كابكابو خاطر فما نوع نتاع حوت، نتاع حوت اسمه كابكابو، زيد خام مسنة تنقول لكم من بعد شنو علاش سميوها كابكابو. به نرجعوا اربع كبد عظم وكابي غرت نتيوريل، 90 مليلتر زيت، 60 غرام سكر احرش، عندنا خميره نتاع كاتو، جوج سكر فانيليا، جوج باكويت، وعندنا زاد من 500 ل 600 غرام فرينه. به نتاع حوت اسمه كابكابو، حسب روحي مش باش نطلعها وباش ندوبل على شاف الدنيا، ربي يعاونكم ويفوزك. به باش نجاوبكم انا باش نقول لكم علاش لابيلاسيون هي نشتركوا احنا في المطبخ نتاعنا، المطبخ التونسي بالطبيعه، نزيد شويه سسبانس تقول ليش، ومن بعد نجاوبكم نقول لكم علاش سميوها الكابكابو. دونك باش نبداو كيما العاده والعوايد باش نحضروا البلان نتاعنا. اول حاجه سهله العمليه، باش نحضروا فيسا فيسا اليو، باش نخليوه خاطرش خليوه يرتاح، باش من بعد نفصونيوه مع بعضنا. دونك تنعاود يمينا هاكا بعد تبعنا تنقول لك عليه سميوه كابكابو. زيزو بونجور. به المقادير نتاع اليو هذوما كلهم ها موجودين هنا. هايثم ترابلسي بونجور. دونك سيرتو نحاولوا ديما نلقاو الجانب الزمني نتاع البريباراسيون، سهله العمليه. دونك باش ناخذ كاب ياغورت، نقرب كاب ياغورت، هذه هي ليتاب الاولانية. باه ليتاب الثانية باش ناخذ صحفة باش نفقصو فيها العظم. دونك نجمو ومع كاب ياغورت نزيدو السكر. هي الحاجة باهية في اليو، لافونتاج نتاعها جميل منور عايش خويا، الوصف وصفة نتاع مرمس. باه عندنا خميرة، خميرة فانواز، دونك خميرة كيميائية، خدو ساشي تاع خميرة كيميائية. رسالة سهلة برشا سيرتو في رمضان ولا حتى أول رمضان، نحبو نعملوه اليو. بونجور شيف، شنو دبارة اليوم؟ سليمة، سليمة تبعنا شنو مش دبارة تاع اليوم. دونك عندنا بعد الخميرة باش نحطو سكر فاني تاع فانواز كيف كيف، نحطو زوج سكر فاني. هاكا رسالة سهلة فيسا فيسا للديسير. نجمو نتوما تقولولنا شنو عندكم دبارة تاع اليوم، للي ما عندوش دبارة ينجمو زادا كيف كيف يقولنا. يجيني فيها ريحة العظام، كيفاش نحيها شي ريحة العظام؟ بالنسبة لريحة العظام سيرتو كاميليا كاريتشي حطيت السكر فاني، السكر فاني هو اللي يخلي لك الريحة نتاع العظام تتنحى. بالطبيعة هاني مزلت معاكم ومازلنا باش نكملوا الطريقه نتاع اعداد نتاع اليو. حطينا الياغورت، حطينا الخميره، حطينا السكر فاني هو اللي باش ينحي لنا الريحه نتاع العظم، اللي يسالوا على التسائل نتاع ريحه العظم. باش نحطوا كيس، ريتو كيس غرون كي زيزو سيترون كونفي كابل،
Oriente, piment de Cayenne, sel et poivre, safran, curcuma. Ben, qu'est-ce que t'hésites? Donc, qu'est-ce que t'hésites? Cayenne nabi. Lequel, encore? C'est. On a les emporte-pièces, le yo-yo, ou les mandous, c'est qui? Bon porte-pièce à Deya. Je n'ai pas la dame. La dame de Fibia, qu'elle a d'un axe d'eau. Ou une fois que c'est le cas, le cas. مش حتى على لا يقدر اهو هكا مش تابعوني نحط لكم الكاب مش تابعوني شنو مش نحط دونك الكاب والكعبة انا 4 كعبات عظام يا شيف صور مكونات مش باينه باهي للمكونات مش باينه اوكي هكا نورمال مو تكون واضحة كاين مش واضحة نحاول وحنا به ايوب عسلامة شنيا ديسير دبارة اليوم سوب ايبينار كفتة نزلي بريك دانوني سالاد دو سواس وكاتو بوجواس به قاعدين نحضروا في اليويو كيما قلت لكم يعني المقادير تاعو تو بعد نعاود نقول لكم المقادير 4 كعبات عظم هما موجودين من 500 ل 600 غرام فرينة كيس زغرون نتاع زيت ساشي نتاع خميرة زوز ساشيات نتاع سكر فاني خلطوهم مع بعضهم ويسراك طيب شيف جو سوي سايدة دو الجي مرحبا بيك سايدة دو الجي دونك قاعد نحضر في اليويو قاعد نحضر في المنيو نتاع اليوم نحيو زيت الكل وبالطبيعة بعد ما نخدمو بعضهم ماذا بينا نغسلو يدينا دونك كنا خلطنا كعبة ياغورت نتاع كعبة ياغورت ناتوريل زدناها 4 كعبات عظم زدناها ساشي نتاع خميرة وزدنا زوز ساشي نتاع سكر فاني هذوما كل خلطوهم مع بعضهم دونك على اساس سلام شيف ان شاء الله رمضانك مبروك حتى تو نتبعو فيك من باري قلنا زيت مي ولا زيت زيتونة في اليوم به ما نخبيش عليكم حطيت زيت زيتونة بالنسبة للروسيت نتاع اليو دونك كيس نتاع زيت كيما ترى والاستوس من بعد باش نزيدو بشوية 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 الفرينة يعني الفرينة مش من الأول حتى لين والي عنا بالله يا شيف شوف لنا ماكلة زمنية في رمضان طيب هاني الله يبارك الماكلة الزمنية دونك باش نحضرو كاكاو نورمالمون تو باش نتبعو باش نزيدو بشوية بشوية الفرينة دونك باش نزيدو بالسياسة بالسياسة ماذا بينا سيرتو كي نزيدو فرينة بالسياسة بالسياسة نحركو باش ما باش نعرفو القوام الميلونج نتاع البريباراسيون نتاعنا كيما قاعدين نشوفو هايفا بونجور نقول لكم السؤال نتاع بكري اللي قلت لكم عليه علاش سميوها كابكابو اللي هو يسميوها الكابكاب ويسميوها زيدا كيف كيف الحرايمي اللي هي مرقة متاع حوت علاش لابيلاسيون جات متاع الكابكابو انا نعطيكم تاميزي وفا بالطبيعة لفارين تاميزي علاش على قد كي باش نخدمو بحاجة بالفارينة ماذا بينا تبدا الفارين تاميزي كيما تراو علاش قلت لكم كي باش نحاولو نحركو بسياسة بسياسة باش تدخل الفارينة في الميلونج باش ما تبعدش برشا الفرينة شايف سبع علاش كريم شونتي ديما جيني شايف حمري كل شيء بارد ولا حليب عياري شايف ان شاء الله ربي يوفقك ميرسي بوكو دونك انتوما كيما قلت لكم تنجموا بالسياسه بالسياسه تزيدوا الفرينة الكونتيتي باش تعرفوا القوام نتاع البريباراسيون نتاع اليو يعني تنجم تكون بين 500 و 600 هذوما 600 غرام فرينة انتي ونوعية نتاع الفرينة انا بسيسة بسيسة هاكا قاعد نوري فيكم كيفاش قاعدين نخلطو صباح الورد يعطيك الصحة يعطيكم الصحة الناس الكل اللي قاعدين تابعوا فيا في اللايف واللي نقولكم راهو سي غراس افو نقوم في فورمة ونقوم في نشاط ونود عامل جو باش نعمل اللايف معاكم يطلعش اللي استاد فيه حوت اسمه كابكابو به هاي سيدي بن سيدك هو اونتر بارونتيز بالنسبه للكابكابو فما ملك من الملوك اسمه ايلا كابكابو
حسني زروي صحة شاب يعطيك الصحة. دونك اسمه أيلا كاب كاب. سي بور سا كان الطبق هذايا طبق مشهور برشا برشا، ونعرفوا اللي احنا يعني جينا في مفترق في تونس موجود هاكا لي روسيت. عندنا لي روسيت جوديو تونسيان جويف هاكا موجودين، يعني برشا حاجات نشتركوا فيهم، نشتركوا مع المطبخ الايطالي، نشتركوا مع يعني موجود تبارك الله برشا من العديد من الوصفات ولا من الكلمات اللي كنا نشتركوا فيها مع البلدان الاخرى. البلا هذايا الملك اسمه ايلا، سي بور سا عملوا له بلا باسمه، هو اسمه كاب كابو، اسمه ايلا كاب كابو الملك. دونك وذاك علاش تسمى كاب كابو. والكاب كابو برشا عيطولو تو هاكا باش نخدمو باليد، برشا يعيطولو يقولولو الحرامي. عندي كورن زاده كيف كيف نجمو نعاونو بيها. كما قلت لكم تسمى على اسم الملك ايلا كاب كابو. من بعد ولا مشهور، ولقينا الجانب فما شكون يحضروا بالفاريونت، فما شكون يحضروا على الطريقة نتاعو، يعني المفيد الريزلتات تكون باهية، وهي على باز مرقة تاع حوت به. دونك كيما نراو العجينة نتاع اليويو هاي قاعدة حضرت، وديما سيرتو الخدمة باليد راهو يقولك هكا كي نطيب حاجة بيدينا قاعدين نحطو في شوية حب، شوية غرام في وسط البريباراسيون. باش يقولك ليه ما طيبش بيديك، ليه احنا نطيبو بيدينا، الكوجينة كلها تطيب باليدين. دونك عندنا كورن، هاي كورن نحيو كمية تاع البات هذيك حق تاعو نتاع يويو هاكا. كيما قلت لكم تنجموا تفاعلوا معنا، تخلونا كومنتير، ادخلوا لنا شنو بالطبيعة باش تحضروا الدبارة في رمضان، واللي ما عندوش دبارة عليه كان يتابعنا في اللايف بسياسة بسياسة. هنا حضرنا دبارة، وسيرتو دبارة يعني نجموا نكون مشتركين فيها، تلقاوها في بلاصة واحدة أخرى. يعني كيما في الكومنتير اليوم لقيت شكون بالحق العجينة المباركة شيف متى جنش بيان سور لمينا ما جناش العجينة بون بريسك انا صحيحة، اما انا قلت صيد صيد وهو طلع ملك. هذه نخليوها ترتاح ابا. دونك جيس نغسلو ايدينا. سلام بونجور سلام. به كملنا حضرنا العجينة نتاع يويو، نزيد نذكركم بالمقادير. دونك خدينا كعبة نتاع ياغورت عليهم كاس يعني اللي هو ليكيفالون نتاع بريسك 90 مليلتر زيت، زدنا زوج ساشيات نتاع سكر فاني فانواز، الخميرة كيف كيف ساشي نتاع خميرة فانواز، كعبة ياغورت قلنا عليها، وزيت زيت زيتونة، ومعها هذاك باش نزيدو نزيدو فارينة. دونك بالنسبة للفارينة سيدي بنسيرك فارينة من 500-600 غرام فارينة. أنا اليوم عملت كعك ورقة روسيت شيف شيف اسمه هنايد ما شاء الله. به الجماعة اللي خلط علينا الكل باش نقول لهم شنو هو المنيو، نحاولوا نظفوا الكوجينة كالعادة زيت كل النحيوة، نظفوا الكونت ترافاي نتاعنا باش هكا نبداو نخدمو وحنا مرتاحين. كنت سألتكم سؤال على الكاب كابو، نحن هنا يا شيف، أي هاني معاكم. وكما قلت لكم تنجموا تخليونا كومنتير تقولونا شنو رايكم في الدبارة. هاكا الفرينة ما كملتهاش، يعني كما قلت لكم من 500-600 غرام فرينة. نحيو زيت كل هنا، شيف قداش السكر؟ السكر حطينا 60 غرام سكر بالنسبه لل، وكيف كيف بالنسبه لليويو. وانتم تختاروا يعني تنجموا تزيدوا الكونتيتي تاع السكر، فما شكون يقول لك نحبوا اليجي ما نعملوش برشا سكر. انا بيرسونيلمون خليت
60 غرام. دي سي دي كوان باز دو بروتين فيجيتال سي بلي بي ماهر بن صالح. اي سي ماهر اي خويا اي باز دو بروتين فيجيتال الله يبارك. الشيف اسامه اسمه هنيد اللي في الوطنيه واحد به. خليو البات نتاع اليويو تفتح هنا بعدي وكملت المنيو تاعنا. انتم زاد كيف كيف نجموا بارتاجيو اللايف هذا الكل. شايف الحلو كيما غريبه بزيت زيتونه خير ولا بزيت نباتي خير؟ والله بالنسبه كاميليا انتم شنو تختاروا يعني في وسط البريباراسيون. فما شكون يقول لك نحبها خفيفه، فما شكون يقول لك نحب لوغو برونونسي نتاع زيت زيتونه. باش نبداو بالروسيت كيما العاده والعوايد. الروسيت اللي هي السوب، السوب الاولانيه دونك هكا باش كيما العاده باش ننظف الخضره بحذاكم، باش ننظفوها مع بعضنا كيما مستنسين. حتى نقرب الكاميرا هنا هكا باش نتوما تشوفوا الناس الكل. باه بونجور شيف غول وفي بربي روسيت بسبوسه باللوز. باه ان شاء الله تنعطيك بسبوسه باللوز. باش ناخذ شويه سبناخ. اليوم الخضره اخذناها من المارشي، هاي مازالت حاضر من المارشي نتاع المرسى مع عند عماد. امتي كوكول من العماد نقولوا له يعطيك الصحه. دونك الخضره تلقاوها فريشكه بنينه تاع مستوسي كيف خضره والغله زاد كيف مع عند عماد. للي يحب خضره هاكا مارشي تاع مرسى قريب. لي زيبيس زاد جبناهم من زهره لافيترين دو تيوار في المرسى. لي زيبيس تاع الجميع نختارو السبناخ نغسلوه مليح مليح. سبناخ شيف لطفي تليسي ميرسي بوكو شيف يعطيك الصحة. العادة في بالي باش نعمل اسكالوب باني ترابلسي. باهي لحظة برك نرجع في الكومنتير نمدو شوية. الغاز نبداو نشطفو الخضره نتاعنا بحذاكم كيما قلت لكم مع بعضنا نتونس بكم ونعملو جو. باه دونك في بالي باش نعمل سكالوب باني يا اخي الدجاج اللي عندي شويه يتقص كان دي كوب نجم نعملهم باني. ما تقصوش دي كوب سبناخ ولا سلق دونك هذاك سبناخ. بالنسبه للدجاج السكالوب باني تنجم تقصو اون لامين ومش من بعد يمشي باني يجي باني مليح مليح. باش نحضروا الشوربه نتاع السبناخ كيما نتاع بصل نضيق عليها الهمده نضيق هكا السبناخ. بنعرف طريقه منك تاع البقلي والله يبارك. شيف عطيني تشنشينا وحنا ومام طون نطلعوها. باهي تشنشينا تشنشينا تنخملكم في تشنشينا توا على حاجه تخص الكوجين تشنشينا. والله يا هكا قديش عظم في اليو، أربع كعبات عظم في اليو يا رحمة. باه دوك هكا باش نعملو التري نتاع السبناخ. السوب تاع السبناخ هذايا ممكن شويه لحمة تم من فضلك. باهي كل جوست ابعثولي ميساج بريفي تو ولا تو نحاول نخصص نهار نجاوبكم على الروسيت. لي روسيت اللي نتوما قريبينهم الكل الروسيت نتاع لحم الفن ولا خليو ميساج بريفي تو انا نوعدكم نجاوبكم ميساج بوكال موجود فيه روسيت نتاع يعني لي روسيت اللي نتوما تحبوهم. باش نقص شويه بصل كيما قاعدين تشوفوا اليوم تريبي عملها فيا. هاي سيدي هكا نورمالمون هكا به. بونجور جو فيان داريفي سي مو المنيو سي كوا المنيو نجات. بالنسبه للمنيو نتاعنا عندنا سوق نتاع سبناخ. سوب نعرفو المنفعة نتاعها سيرتو بالنسبة للشربة نتاع السبناخ، وتو نوريكم كيفاش نحضروها بالطريقة نتاعنا. بالطبيعة نشكرو الناس الكل، نشكرو بالنسبة للشحور تاع اليويو، شحور تاع يويو أي جوج كيسان سكر عليهم كاس تاع ماء. ديجا حضرت أنا الشحور طيب هاو يبدا حاضر هاكا ماهوش عاقد وماهوش جاري. هذايا بالنسبة للشحور تاع يويو، ديما اليويو كي يطيب الشحور يكون بارد. باه كيما قلت لكم نشكر سبونسور الكل اللي
امنوا فينا وعاونونا في اللايف هذايا. كالعادة الديبار نتاع الشربة ساهل ماهر، شوية زيت نجمة ديو فيتاميني، تنوريكم كيفاش الطريقة نتاع السوب ساهلة برشا، باش نحكيلكم عليها بسياسة بسياسة. دونك باش ناخدو البصل، باش نعملو التريز هذا كيف كيف نتاع السبناخ، تري بالورقة بالورقة، من بعد باش نرحيوها، نجمو نزيدوها شوية كريم فريش. وناخذوا دي كوب نتاع خبز تاع بان دو مي، شويه فرماج رابي، نعملوا عصره صغيره قارص، وهكا تكون عندنا سوب بنينه. سيرتو في رمضان هاكا معروف الدبار الاولانيه، معروفه ديما، عندنا شربه لسان عصفور، عندنا شربه فريك، نحاولوا هاكا انا نبدلوا شويه بالخضره باش المنفعه تحصل. بيه فما نورمالمون تشنشينات تاو نقعد نخملكم في تشنشينه، وهي تشنشينه نورمالمون نعرفها سهله، اما جوست تعطيني نفكر فيها. نحط شويه البصل، نجمو نمرقو بالمرقه نتاع الدجاج، شحور ديما كيف كيف، يويو بسبوسه وبقلاوه، لا شحور مش كيف كيف الهيم، فما تختلف من نوعيه البريباراسيون اللي احنا باش نعملوها. دونك نقصو السبناخ، فما تنشينا باش نعطيكم الجواب نتاعها قبل اللي فاتت، عملت يو علي اسمه بالحاء، وربي بالك تقول اي نرجو فيكم بلي شايفه من الكاميرا جو برو، تنجم تصور بها مباشرة على فيسبوك. والله يسمع ان شاء الله بقدرة ربي مهدي، او نحاول نجتهد واحنا نعملو كاميرا جو برو، مي هي بدات ديجا بتليفون. تنشينا ما عندي علي عالي في العلالي، لحم رخيص وتنمو غالي، به تنشينا البنية علي اسمه في الحاء، ورد بالك تقول نسيتها، ولا نسيتها انا كيف كيف توا. فما شكون حطها تشنشينا يمينا، تشنشينا هاي شكون يجاوب على تشنشينا ويعطينا رأي. هاكا سبناخ شوية زيت، أنا توا جيت نتاعكم فاتني شاي زيتونة، جاوبني فرحك بيه. اسلام يا اسلام يا اسلام، قلت لك نورمالمون انت سهلت على الشحور نتاع البقلاوة، وراهو كل نوعية نتاع بريباراسيون عندها نوعية نتاع الشحور نتاعها، ما عادش كان سمعتني ولا لا، عفيف تخيل، برافو شيف ميرسي بوكو. دونك اليوم نحاولوا في الدبارة، حضرنا البات نتاع اليويو، هاكا عندنا ليليا جاموسي، هاكا جاوبتلك يا يمينة قالتلك زيتون، فيها فحات فيها مش عشهور عاللي بعدو. عاود كان سلام عاود تسألني، خاطر لي كومونتير ديجا موجودين، تنجم تعاود تسألني توا باش نحاول نجاوبك على الكيسيون تاعك. هاكا يمينة طلعولك تنشينة نتاعك، فما تنشينة بالملح، أما نسيتها كيفاش تتقال على الملح، حاول نعطيكم ريبونس قبل، فهمت؟ نسيتها كيفاش يقولوها، فما كانو برشا تنشينات باهيين، علي تخرجوا من الماء يحيى، وعلي نسيتها، فما برشا تنشينات باهي. علاش المخارق جاتني يابسه مرة؟ باه جاوبني يا شيف، علاش والله مرة كل شيء مخارق جاتك يابسه؟ نعرفش اسكو الروسيت، انت تبعت الروسيت بتاعي انا اللي عطيتها المرة اللي فاتت، والا عملت روسيت واحدة أخرى سا دو بار،
دوتر بار تنجم تفرج في الرديف في اليوتيوب تشوف الروسيت بتاع المغارق، جربها انا جربتها وجدت بنينه برشا. دونك ما عليك تفرج يمينه ويعطيكم الصحه. قلت لك انا عملت يروج جاني هبال، ومن بعد اسبوع لقيته فسد لي. ممكن تفسر لي علاش يفرح به؟ عملت يو تنجم تكون من الكونسيرفاسيون، كونسيرفاسيون سلام، يعني انت كي خبيت اليو كيفاش خبيته، في حكه في حاجه ساديو بار، في فريجيدير مش في فريجيدير. بقى جرب الروسيت وقلنا اخضر وعمل موزيسيور اخضر به. راهو يا سيدين توا جيت شاف بربي شنو دبر دبر كي دبر حضرنا اليو خلينا يرتاح. قاعدين نحضر في صوب نتاع السماخ او ميم طون باش ناخذ بوالا. هاي سيدي باش ناخذ بوالا، هذا الكبكب هو باش نحضر في بوالا. لميا منيش شاف شنو المنيو اليوم، مخلطش باهي. تو نشوف لكم مرة جاية هكا، هاو نقول لكم على على التنشينات. نجم مولاهم بونجور باش ناخذوا بوالا باش نحضروا فيها فيسا فيسا التشيكن وينجز. نوريكم طريقة سهلة وطريقة واحدة أخرى. قبل كل شيء كيما قلت لكم كيما العادة نحاولوا ننظفوا ديما البلون ترافاي تاعنا باش نبداو نخدموا مرتاحين. نمدوا الخضرة شافية باهي، محجوب جلاسي ميرسي بوكو عايش خويا الغالي محجوب. عندنا كالعادة طريفة طماطم وفلفل البصل، يعني هاو كان توما زادا كيف كيف. للي ما عندوش دبارة ينجم يشوف الدبارة نتاع اليوم اللي هي الشربة نتاع السبناخ. عندنا تشيكن وينجز على طريقة واحدة أخرى، وعندنا الكبكابو. كنا سهلناكم وقلنا لكم علاش سميوها الكبكابو وجاوبناكم، خاطر سميوها الكبكابو على خاطر كانوا يحبوا الملك، كان البلان المفضل عند الملك اللي هو ايلا كبكابو. عندنا يويو سلطه نتاع لوبيا خضراء. هيا سيدي نبداو بالبصل. نجيب الريدي شيف انا اليويو ما يصلحليش به. هو مو هاكم تشوفوني حضروا من بعدنا زوينة تاع الدجاج. وطاو من طون زادا كيف كيف نخليو الكبكابو يحضر. عندنا فلفل فلفل احمر، دونك باش ناخذو بارتي تاو باش نخدمو بها الجوانح، سيرتو الجوانح نتاع الدجاج ديجا ايبيسي بليزيبيس les épices mexicaines. Comme normalement travailler qui fait ça ça aide à nous yoyo mais je ne comprends pas que ça aide mais qui m'a dit comme ne pas le est-ce que vous savez سيرتو هذايا بعد مع شوية فرماج رابي تعطينا نكهة أخرى، وشوية كلوتون تاع خبز يعني وقت زينة. صحيح توا زريعة تاع طماطم تنشينا على قبتها الخضرة وسكينها عبيد، تتسكر بالقدرة وتتحل بالحديد. ضحى قاتلكم تنشينا على قبتها قبتنا الخضرة وسكينها عبيد، تتسكر بالقدرة وتتحل بالحديد. قبتنا خضرة به كيما قاعدين تراو. انا باش نحضروا الجوانح نتاعنا، هنا شوية فلفل شوية طماطم شوية بصل ادلع. هاي هاي هاو جماعة تبارك الله ناشطين. جيبوا قراية فلفل، قرية فلفل أخضر هكايا منين. بونجور سهام يمينة هاوكا، حتى يمينة تجاوب مريم وسهام وناجي وملاك هكا طلعت، لميا طلعت، الناس كل راهم ناشطين تبارك الله. سيرتو
انا فرحان بكم برشا 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 اللي قاعدين تبارك الله تتفاعلوا وتجاوبوا، وكمان با تحط لهم تنشينه فيسا فيسا يطلعوها. يعني ما تقولش مثلا ما ناسيين هكا ولا هكا، لا يا جماعه تبارك الله فايقين وهكا كلها جاوب. هذه الحاجه به انتم زاد كيف كيف تنجموا ضحايا تيك الساحة ضحاة على شنشينة، للي يعرف شنشينة واحدة أخرى ينجم يعطيهم شنشينة. باه طريف طماطم، فلفل الأحمر، فلفل الأخضر، شوية بصل، وباش ناخذو. بونجور بونجور نبيلة بونجور. دونك عندنا المنيو نتاعنا شربة نتاع سبناخ، عندنا سلطة نتاع لوبيا خضراء، شحور البقلاوة باهي ناجي محمد ناجي تعطيك شحور البقلاوة من بعد. يمينة غاسة تبلا هاي ميرسي بوكو. باش نحضروا طونك نفقدوا فيسا فيسا هذيا الصوب نتاع السبناخ. مسحقش برشا مرقة يا شيف، ديما نتبع فيك وديما نطيب في دبرتك. ميرسي بوكو نهى صاحبي، ربي معك. ميرسي بوكو. ناخدو شوية ماء باش نلفو بيه وبعدين نخليوها سلة سلة. بالنسبة للسيزونمون باش نزيدو قبل كل شيء، قبل ما نزيدو السيزونمون صب الماء يطلع بخار. باه شوية وينك المغرفة سخرونة، شوية ملح مش برشا. علاش؟ خاطر السبناخ بعد يسيب الماء نتاعو بطبيعتو. ناخدو شوية فلفل أكحل لو بلاش، ناخذ شوية ثوم. دونك هذوما ثوم توا ديجا موجود، الثوم الأخضر كفيسة فيسة ما حناش نكرازيوه. باهي توا نسخنو البوالة تاعنا، نحطوا شويه زيت كالعاده. وينهم جماعه التنشينات؟ ولا ما عادش عندكم تنشينات؟ عندنا جوانح هذوما نتاع مليحه ديجا بيسي، جماعه في حانوت اللي يخرج منهم يموت. هذيك الوقيده عاد الوقيده يا سي منصور، هذايا الاب الوالد ربي يفضله. جماعه في الحنوت اللي يخرج منها يموت لو قيدة. على سبعة مطارق في بير غارق لا يخلط عليهم لا ذيب لا سارق. باش نجمو نعوضو لي زيبيس مكسيكان، ابيض مني وابيض منك وابيض من زيت نعام باكوش ويرد السلام. باه لي زيبيس مكسيكان نجمو نجمو نزيدوهم. دونك نجمو نحضرهم في الدار نهار نهارات نوريكم كيفاش نحضرو لي زيبيس مكسيكان. دونك خدينا شويه نتاع دجاج مفوحه بالتوابل المكسيكيه لقيدة، كاين فايقين جماعة لقيدة. باش ناخدو شوانح هاكا ديجا زيت مازال ماهوش حامي برشا، باش نزيدو معاه الخضرة. هذا سي بون صحيح شاف يمينا، نغسلو يدينا كالعادة. نتعديو فيسا فيسا، نحطو البصل، سيهام بونجور، مريم، سي شيف بيان سور. ناخدو توا الفلفل، دونك عندنا فلفل خلينا دو كولور، سيرتو كي نقولو حاجة مكسيكان، دونك تبدا ديما محرحة مززة شوية. تنشينا ميما ربي فضلها على ولاية شنلول بهلول، هي الطفلة صبية ضربتها بالكف هبطت دموعها سخيف. الله يبر شوية شوية نعرفهاش. قولنا ضحى، قولنا شنو قولنا شنو التنشينة هذيا.
صوص الطماطم، يمين قلت لك الحليب. او جماعه تعرف انا فما تنسينيت راهو واحد كل واحد ما يعرفهمش، مها هو حاجه باهيه، الفكره باهيه. التنشينه نتاعي صب الماء يطلع بخار، هيا جاوب لي لي زاموس، صب الماء يطلع بخار، صب الماء يطلع بخار. هاي هاي نستفيد ونتعلم، مش الحليب التنشينه نتاعي صب الماء، انا نتعلم منكم زاد كيف في التنشينات. والحاجه الباهيه هكا انا اوريكم حاجات في الكوزينه وانتم وريوني التنشينات. بس نحصلوا شوية في الغاز، عندنا فلات نتاعنا والبوليتي اليوم ديجا. الحل نتاع تشنشينتي هي القرنيطة يمينة، كثر عليه تشنشينات، كثر عليه تشنشينات، ما عادش نعدل. هنا هو الجواب نتاع التشنشينة الأخرى، نكملوا القصة وهكا نتوما تلاقيها وقولوا لنا التشنشينات، وأنا هاني نتبع فيكم. ومن تو قاعد نحضر لكم في الدبارة نتاعكم اليوم، للي ما عندوش دبارة هكا ينجم ياخذ معانا دبارة باهية تعمل ستة سنين كيف. بس تاع الشنشية نتاعي هي زويل من غربي ضحى، هاي دونك حطينا فلفل دو كولور، حطينا شوية بصل، شوية طماطم كيما غادي نشوفو هاكا، ريتم حليهم لي كولور نتاع الجوانح، خليهم سلة سلة. وشنو باش نعملو؟ باش نغطيهم، علاش باش نغطيهم؟ نخليهم على نار هادية لين يعملوا جو، خاطر هكا بالسياسة بالسياسة، هذي تبعوها، باه أبيض مني أبيض منك أبيض مانيش نعام بكوش ورد سلام هو شويب. هي يا سيدي، هي جماعة فنانين تبارك الله ما شاء الله عليكم، يعطيكم ألف صحة. سيرتو هاكا تبارك الله قاعدين تتفاعلوا تخلي في كومنتارات، وهاكا فما برشا حاجات باهية برشا، ما اليوم فصلتهم من حاجة، حتى حد منكم ما قال لي الدبارة نتاعو نتاع اليوم، يعني وينكم؟ باش قايدكم أبسون، باش نقايد أبسون، أنا نقول لكم على الدبارة، وأنتم ما قلتوليش على الدبارة نتاعكم شنيا. دونك الجماعة اللي خلطوا علينا، جماعة اللي خلطوا علينا باش يشوفوا دبارة، وكل شيء اللي ما عندوش دبارة هاكا عندنا دبارة، عندنا شربة نتاع سبريخ، عندنا تشيكن وينكس، عندنا الكابكابو باش نحضروا مع بعضنا الكابكابو، زاد كيف كيف نجموا نحضروه في الفور ونجموا نحضروه يعني في بوالا ولا في حاجة. عبد الوهاب مرابط بونجور، عندنا روسيتا يوريو خليناه يرتاح، وانتم زاد كيف كيف تنجموا تقولوا لنا شنيا الدبارة نتاعكم. باهي باش نعملوا نفس العملية بالنسبة لل لا هي سكة ولا هي سكين لا هي ساقية لتجري، راهم صعاب تشنشينات هذوما. تاكوس سوسوار، اي نجمو نحضرو تاكوس اليوم، باش ناخدو شوية فلفل أحمر وفلفل بالنسبة أنا سلاطة زادة وفيها ودبارات اليوم صايمين. قلتلكم راهو الكنزينة الثانية، كنزينة ثانية توليو تحيرو في الدبارات، يعني هذيك الفرق. أو كحنا نحاولو باش نجتهدو باش نوريكم دبارات أخرين. دونك خلينا شوية فلفل، شوية بصل، دقيبة طماطم، طمطومة، وانتم زادة تنجموا تقولوا لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنتيني آمنة، شاهية طيبة شاف، ميرسي بوكو عبد الوهاب مرابط، عايش خويا الغالي، توا نص رمضان الثاني تبارك الله والو، توا تبارك الله غودة للسهرية، فيسا فيسا باش نوريكم الطريقة نتاع تحضير الكبكب، وين وصل للسوب؟ بعد السوب خليناها وحضرنا الجوانح نتاع الدجاج. هاكم معايا باش نقصو باش نحضرو الكبكابو، هذايا طماطم، فما أنواع كبيرة برشا نتاع الكبكابو نتاع تحضير
الكوكب باش نعطيكم الروسيت. اما فاسون زاد كيف كيف روسيت ليو عايشك روسيت ليو. دونك 4 كبات عظم، 90 مليلتر زيت، 60 غرام سكر، من 500 600 غرام فرينه، ساشي خميره، زوج ساشيات نتاع سكر فاني. نورمالمون هذاك هو. دونك واش هو الشحور؟ كاسين سكر عليهم كاس نتاع مي. دونك عندك السكر 60 غرام، عندك الزيت 90 مليلتر، عندك كعبة الياغورت، عندك الخميره ساشي خميره، زوج ساشيات تاع سكر فاني، وشنو اخر؟ والفرينه من 500 600 غرام. نورمالمون هذه هي الروسيت تاع اليو. باه روسيت اليو سي بون. اليوم كمونيه احنا دبارة وقت نخرج للكوجينة ونشوفوا اش عندنا، وقت نعرفوا اش باش نطيبوا. صحيح ما نعرفش، شايف كان عملت وصفة نتاع دي غراتان، كعب سبناخ مكرونة، كعب سبناخ سي هام. دونك المنيو كيما قلت لكم هاكا ديجا تبارك الله قاعدين تحضروا في حاجات بنينة برشا. وللي ما عندوش دبارة ينجم يتبعنا. خدينا فلفل دو كولور زاد كيف كيف للكركابو، نقص فلفل باش نعملو على الطريقة نتاعي، وانتوما ذوقوا من بعد قولولنا رايكم. هذا فلفل وزنب واحدة روسيتا يو. باش واحدة واحدة روسيتا يو، تنعاود نقول لكم روسيتا يو. هذا البصل بالنسبة للثوم، هاكا حاجة سهلة وسيرتو على الطريقة. راهو انتوما في كوجينة من بعد تنجم تاخذو روسيت عيانة، تنجمو تزيدوها لانغريدون تحبو عليه، تبغى انو ميتر روسيت اكزاكتومون دو يو سيغ تا باج اوتون طون ميغ. باه الله يبارك. تو نحطلكم تو قال لاخر الزملاء في الحفلة، الزملاء في الحفلة اللي هو الأخ ربي يفضلو وتو في عمرو حطلنا روسيت على اليو، روسيت بريكو بولي عظم. دونك تو نحطلكم الروسيت نتاع اليو. قبل كل شيء تو باش نحضرو عطينا افكار نتاع حاجه شيحه روضه. كما تراو هاو حضرنا، خلينا جوانا هاوكم سله سله نفقدوهم حاجه سهله برشا. به هاني نتبع في روسيت سو باش نعملها اليوم. يعطيك الصحة والعافية، ميرسي بوكو. يعطيكم الصحة انتوما زيدا اللي قاعدين تتابعوا فيا واللي قاعدين تشجعوا فيا باش نجم نعمل لايف وانا عامل جو. هذي هكا هذي نبدلوها لهنا ونجي جيبوا البوالة باش نحضروا فيها ستيك دو بوف مع روز. كما قلت لكم تنجموا تحضروه بالنسبه للكركب وتحضروه في الفور، ولا تحضروه كيف تحضروا توا انا في بوالا. شنو هو المنيو نورمودي ريو؟ شنو هو المنيو؟ المنيو عندنا شربه نتاع سبناخ، عندنا تشيكن وينكس على الطريقه المكسيكيه، عندنا توا باش نعملوا كركابو يويو، وعندنا سلطه نتاع لوبيا خضر. به نتعداو لي تاب كالعاده سيسه سيسه من بعد تاب الحيوة ونزينوها وتعمل ستة كتير كيف. ليش بيني هذي بتاع كاسرونة أخرى، ليه هذا فيا سيم شوية سيم شوية سي بون. هاي فاطمة حليفة يعطيكم الصحة. قلت لكم يعطيكم الصحة انتوما زيد اللي قاعدين تتابعوا في اللايف، وتنجموا تبارتاجيو سيريا ورهاني مع
بونجور. دونك تنجموا زاد تبارتاجيو لي ريسيت، بارتاجيو اللايف الكل باش الناس الكل تستفاد، وهكايا هكا يوصل الفيو للناس الكل. باه نحطوا شويه زيت، شو نوريكم طريقة سهلة سهلة مهلة. هاي سيدي من سيدك، عندنا اليوم فيليات نتاع الحوت، دونك فيلي دو بواسون ما عند شركة فرح للحوم. هاو كيف كيف باش نجربوه مع بعضنا، ومن بعد نقولكم رأيي. شنو دير لنا غريبة الحمص، انا نحبها بزاف. باهي ان شاء الله سعيدة من الجزائر، تاع نحضروا لك غريبة تاع حمص. باهي لي طابلو لانيا باش نحطوا البصل. جينيرالمون دو بريفيرونس هاي تفيت جوست حميت البوالا دو بلاش. جينيرالمون نبداو دي بار فروا، ولا بو خريس سالو شيري بونجور. باش ناخذوا الفيلي نتاع الحوت، هما حاضرين، نحطوا فيلي تبارك الله ما شاء الله، زوز فيليات من هنا. عطيني شوية البصل اللي ما نحبوهوش، باهي. وتوا باش ناخدو الفلفل من فوق، هو الطماطم اللي من بعد سايب نكهتو البنينة في وسط البريباراسيون. بس يزيدوا حاجة أخرى، فما البقلاوة دون البقلاوة، البقلاوة نقرا فيها بقلاوة، بقلاوة الأيام إن شاء الله تنحاولوا نعملوا حلو برشا بنين برشا في 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 الأيامات الأخرانية نتاع رمضان إن شاء الله. كان عشنا عندنا شوية شبت، نمشي نقصو سهيل لازمي محليه متناجر منين بربي جاوبني محليه متناجر مونيا تناجر. والله يا كان نحكي لهم، كان نحكي لك حكيتهم هذوك، حكيتهم حكايه تناجر. دونك هذاك علاش كان تسحق طنجره عندي موجوده، هو الحق الوالده خمت وخذيتهم، خذتهم لنا نحن ثلاثه اخوه، خذت لنا اخذتهم لنا اللي نحن. دونك هذيا طنجره تاعي. تاخذوا شويه شبت ومن بعد باش نفوحو الصوص، باش نوريكم كيفاش باش نفوحو الصوص. كالعادة جوست نغسل يديا، باه. بالنسبة للفة باش ناخدو ماء قبل كل شيء، نعبيو صحفة بالماء. ما تخسرش الحوت دوب ما تخرجو ما ساشي فرح مذبي. شنو هو الحوت هذاك؟ باه نبورت كل حوت، الكبكبو نجمو نحضروه بأي نوعية نتاع حوت، يعني ما فماش حتى مشكل. ديجا الحوت خذيناه مع عند شركة فرح للحوم، موجود كونجيلي كونجيلي. بالنسبة للفرح الحوت راهو بطبيعته حاضر، يعني ما غير ما باش تغسلو بالماء برشا باش يزيد يتفتفت. دونك ماذا بينا طول نطيبوه للكويسون نتاعو. باش ناخذ كالمغرفة الزغرونة العجيبة دو بلاش ملح مش من كثر خاطر بطبيعته اون ريكتيفي لا سيزونمون في الاخر. شويه فلفل اكحل يا حبة، ذاك عندنا فلفل ابيض. لي زيبيس قلت لكم، لي زيبيس هذوما نتاع بن جميع تلقاهم في زهره لافيترين التروار بحضر المارشي نتاع المرسى. نزيدو نجيبو لي زيبيس موجودين هنا بحضيرة، نزيدو النكهة التونسية. هما باش ناخدو دوبل كركم، شويه كمون، بربي دوريجين دير بيان و بودا، عصير بقات نجح نسي. باش ناخدو شويه هريسه دوبل ديما في لي بلان تاعنا، نجمو نخليو النكهة الزمنية تاعنا تكون موجودة. ناخدو مغرفة صغيرة تاع طماطم، نجيبو شوية طماطم، مش برشا طماطم،
ونخلطه مليح مليح. دونك هكا الصوص كيما تراو فيها صوص تبدا هكا مش حمرا برشا وما هي صفر. خلطوه مليح مليح كيما شويه كمون، نجمو نزيدو شويه بسباس. يعني هذا الروسيت على طريقة نتاعي انا، نتوما تنجمو تجربوها وتقولولنا شنو رايكم. باه سميه محمدي اهلا شيف، اهلا بكم. نذكركم بالنسبه للمنيو شنو حضرنا. المنيو قاعدين نحضروا فيه كبكابو. كبكابو انتم هاكا طلعتوا الاسم، قلت لكم على الاسم نتاعو عليه سميوه كبكابو خاطر المتيمنا بالملك نتاعهم ايلا كبكابو. مع الكبكابو عندنا شوربه نتاع سبناخ، عندنا دجاج تشيكن وينجز على الطريقه المكسيكيه، عندنا يويو، عندنا سلطه نتاع لوبيا. باه دونك نخليوها سله سله باش نصبوا الفيه هذا الكل. نغسله في الغاز وذي نفكروها من بعد. يولي بعد الخيط على طنجرة، الخيط مش بعيد على طنجرة، الخيط على هنا، الخيط هاكا هاكا نسويوه. تنحاول من بعدو الخيط تاع الميكرو هاكا باش نتوما تنجمو تراو مليح. هاذوكم هما لي كونديسيون تاع ديريكت تاع اللايف. دونك كيما قلت لكم معاونك محلين تاع جماعه الحافل روسيت بعيد نورمالمون يمينا. اي نذكركم بالنسبه لينا شنو باش نحضروا اليوم للجماعه اللي خلطوا علينا. نقول لكم مرحبا بكم، اهلا 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 وسهلا في الكوجينه نتاع الشيف مؤمن، كوجينه نتاع الدار بيان سور. باش نحضروا الشيف بلي عاود لنا الفيح نتاع الدجاج. بالنسبه للفيح نتاع الدجاج حضرناه لي زيبيس مكسيكان، دونك خدينا لي زيبيس مكسيكان موجودين مفوح بهم الدجاج نتاع مليحه، حطيناه في البواله كيما تراو. تو نجيب لكم البواله. هيا سيدي بسم الله، تو نجيب لكم فيسا فيسا البواله. شو حليه على الطريقه المكسيكيه، نجمو مع شويه خبز ومع شويه صوص يجي بنين على الاخر. حضرنا شوربه نتاع السبناخ. بالنسبه للشوربه نتاع السبناخ دونك خدينا شويه سبناخ، خلينا مع شويه بصل شويه ثوم، مرقناه بالماء شويه ملح شويه فلاح، من بعد نرهيوه. بيكم هنا وسي مامي من جميع. اي به نور بودي عربي رسيت هيلا يعطيك صحة يا عربي. بالنسبة للكبكابو كيما تراو هاي هكا الكبكابو، خدينا شوية شبت شوية فلفل أحمر شوية فلفل كسي بالقرنيف بالله، فلفل أحمر فلفل أخضر شوية بصل شوية طماطم، عملنا لفاح وتوا باش نخليوه سلة سلة. به نظف البلاصه نتاعنا من الكدا بالكدا كيفاش تو خلطت شربت سبناخ بربي. باهي الجماعه اللي خلطوا علينا تو زاد كيف كيف شربت سبناخ، ناخذوا شويه سبناخ قليوه في شويه زيت، من بعد نزيدوها شويه مع البصل مع شويه ثوم، نمرقوا بالماء من بعد نريحوها كل بالبرا. من بعد ما نريحوها باش نزيدوها شويه كروتون خبز بان دومي وشويه فرماج رابي وعصره صغيره قارص. وهذا بالنسبه للريسيت نتاع السوب. حضرنا اليويو هاكا ديجا حاضر مخليناه ابار. أبار اليويو باش نحضروا سلطه نتاع لوبيا خضراء. باه كالعاده كيما قلت لكم نحاولوا ديما ننظفوا البلون دو ترافاي نتاعنا. لفحات زايده ما يسحقوهاش خليوها على جنب قديمة. بالنسبه للوبيا خضراء كنت صمتها هاي حاضرة نجيب لكم جوست هو باش نحطو فيه اللوبيا. نعطيكم زادا كيف كيف كلك طموح وعطاء ربي يبارك لك. أمينة ميرسي بوكو نو سيدة شبت سيلانات. هاي راه الكومنتارات ساعات نخلط ساعات ما نخلطش على الكومنتارات، هاكا تنجمو زادا تبارك الله الجماعة اللي معانا يعاونوا تبارك الله. باش ناخدو شوية لوبيا خضرة. لوبيا خضرا كنا صبطناها في الماء وماذا بينا كنصبطوها في الماء نحطو معاها شويه قرص ودوبلاش الماء نملحوه. ومن بعد الماء يغلي، من بعد ما يغلي الماء نحطو اللوبيا. من بعد ما نحطو اللوبيا تغلي في الماء
نحطوها تبرد في الماء بارد باش تحافظ على الكولوراسيون نتاعها. دونك ميرسي بوكو سهيل. اول حاجه كيما قلت لكم خلينا اللوبيا هاي باش تنجم تراوني، قاعد نقص في اللوبيا بالطبيعة من بعد ما نطفوها، وسيتو نعرفو المنفعة الكبيرة برشا متاع اللوبيا، واللوبيا نجمو نحضروها بأي طريقة نحبو عليها احنا. المفيد يعني نتوما تحاولوا ديما تجتهدوا. كمان اللوبيا كلها هنا دونك. اللوبيا اول حاجه كيما قلت لكم بالنسبه للكويسون بكري كيفاش تنجموا تحافظوا عليها، تحافظوا على كولوراسيون باهيه نتاع اللوبيا من بعد ما تطيب في الماء سخون. ماذا بينا نخرجوها ونحطوها طول في الماء البارد باش تحافظ على الكولوراسيون هذيك. الطماطم كالعاده من بعد شويه باش نطيبوا اليويو. دونك جوست باش نحاولوا نكملوا السلطه ومن بعد نعملوا يويو. القصان ديما قلت لكم تحاولوا تقصوا جويد باش نعرفوا اللي احنا يعني ناكلوا بعينينا. دونك على قد ما تبدا حاجه جويده وخفيفه تعطينا نكهه اخرى. هذا بالنسبه للطماطم. نجيبوا شويه الخضره، تعطينا شايف بربي خلطه جديده نتاع تفويح سلطه الخضر. والله بالموتارد يعني اعز فيه بالنسبه للسلايت الكل ديما موتارد، وسيرتو موتارد لونسيان بونا. تخلطها بشويه زيت وشويه خل ملح من بقى ما تزيدش شويه فلفل لك، دخلت مليح 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 فوي وخمسه دقائق قبل الدريساج تزيدها على سلطه وذوق واعطيني رايك. باه جيبوا شويه سل، انا شويه سوسيس زي كيف باش نعملوا سلايطه منكهه سلايطه بنينه وخفيفه زاده، وسيرتو في الكنزينه الثانيه نتاع رمضان نبداو حايرين. به الشبت، الشبت راهو سعيدة، الشبت اللي هو لانيت مش سيبوليت. دونك هذايا البصل، هذايا خليها هذايا باش ما تعبنيش. نقصو البصل جوانح. طريقة نتاع القصان تاع الخضرة يعني توما شنو هو طيب اليوم. سعاد سعاد خلط علينا، خلينا نحضرو في سلطة تاع لوبيا خضرة. عندنا كبكاب وعندنا سوب نتاع نتاع سبناخ. ليه شيف اليوم حملت في النار يبصل وثوم وكلافس، والحين خلطتهم مع الحامل لازانيا. أنا ما خلطتش البارح صحيح، ذوكم باش نعملها اليوم. دونك أي سفنيريا، سفنيريا وبصل وثوم وكلافس وكعبة طماطم، هذاكم الحناوي الكل مع الحم مفروم باش تتسمى غارنتي روماتيك باش تعطينا النكهة بنينة. سامحوني بنينة برشا. فاطمة ربي يوفقك شيف، ميرسي بوكو. أسمى زروق بونجور. عندنا سوسيس دو بوف هلاي نتاع مليحة، دونك باش نسيبك كيف نفوحو بيه سلايطة. يعني هكا تبدا سلاطة مشخشخة تعمل 66 كيف هكا. نتوما تنجمو تجتهدو، تنجمو تحضرو كيما تحبو، وانا هاكا نعطيكم روسيت. للي ما عندوش روسيت كان عنده دبارة سورتو في الايامات الاخرين تاع رمضان، نعرفو اللي برشا يحيرو وبرشا ما يعرفوش شنو باش يطيبو. به تحية من مدينة منورة سامية. ميرسي بوكو يا سامي، يعطيك الصحة ربي فضلك. الجميع اللي يشوفوا فينا تابعوا فينا من انحاء العالم، من اخطار العالم، من كل العالم العربي، المغرب العربي، اللي في تونس، كلكم يعطيكم الصحه اللي نتوما تكونوا ديما اوفياء يوميا وعلى مدى ساعتين باش تتابعونا في منيو في دبارة سهله مهله، ما طلبش برشا وقت، ما طلبش برشا جهد، وما تتكلفش. به هذاك انا نقصولو شويه بركه. يمكن سيرتو حتى الدريساج باش تخليه دريساج في البواله نتاع الكبكابو، خاطر سيرتو كنكهه كبنة ما ينجم يكون الدريساج نتاعو كان في البواله باهي هكا. دونك كيما قلت لكم سوسيس دو بوف الاي راني قاعد نقص فيه نتاع مليحه، نقص فيه اون دي صغار باش ناكلو بيه سلاطه
وبعدها عليكم زيادة بالنسبة للدريساج نور والعريس ريغارد بونجور. المفيد انتوما شنو تحبوا تنكوها سلاطة وتبدأ بنينة وتشهي وكلها منفع. هذاك شوية سوسيس تناخذوا شوفوا شنو عنا زادة في الفريجيدير. ربي يبارك لك صح وربي يعطيك القبول. محبت رسول ميرسي بوكو هند الدوس بإلهام بهرون برافو شافي برافو على الادمنستراتور دو لا باج. هاكا يحاول زاد يجتهد يعطيه الصحة اللي هو أشرف. قول له ميرسي بوكو خويا الكبير. ليليا جاموسي سي ان كاس ادريس دو سي بيج انتريسي ميرسي ربي يبارككم. دونك جو فيان داريفي سي كوا المنيو شنو شجعتني نتبعك به. للي خلطوا علينا الكل قاعدين نحضروا في السلاطة نتاع اللوبيا خضراء كيما قاعدين نشوفوا السلاطة نتاع اللوبيا خضراء ها قاعدين نحضروا فيها. مع السلاطة نتاع اللوبيا خضراء عندنا تتابو عندنا يويو عندنا شربة نتاع سبريخ وعندنا كيف كيف جوانح بالطريقة المكسيكية. به نشوفوا شنو باش نزيدوا سيرتو اليوم بالنسبة للدبالة نقولكم شنو باش نزيدو شنو باش نزيدو. ناخدو شوية من النص عصرة القارص هاكا موجودة شوية من النص محليها بطناجر منين شاف لا استسلم من فشل. دونك طناجر كيما قلت لكم مش جديد نتاعي في الدار والله طناجر الحقيقة الأمانة طناجر نتاعي أنا يعني بات شوية من النص ثم تنجم تقول لنا شنو هي الدبالة نتاعكم شنو هي الدبالة نتاعكم شنو هي قررتوا باش تدبروا في رمضان. واللي ما عندوش دبالة نجم يتبعنا. تحية للناس الكل تحية لحازم العيسى راديو بون لو نور اللي قاعد يعاون فينا على البث نتاع اللايف. تحية لخالد عويش تونيسكوب. دونك خدينا المعدنوس من بعد يقعد لنا لفاح هاكا عصيرة قارص وتكون سلاطة. شربة السبانخ ما خلطش عليها سامية بالنسبة لشربة السبانخ أمان كيسك نسيب نفير دي سلاد ودي بات أباز دا فوكا به واضح بيان سور طبعا نحاول نحضر لكم دي سلاد ولا دي بات أباز دا فوكا. هذه سلايطة شو ما دوها نخليوها لما بعض نزينوها مع شوية قرص وطبش نتعديو لليويو. به نطفو فيسا فيسا البلوم ترافاي تيانا زيد الكل نحاول نحيوه شرب عليك باش نحيوه. دونك توا تابعوني بسيسة بسيسة شنو باش نحضروا بالنسبة لينا باش نحضروا اليو وهكا يكون منيو حضر يعمل يعني 6 سنين كيف. زيد الكل باش نحاول نحيوه كبكابو هذاك نخليوه من بعد يطيب بسياسة بسياسة باش نجم نفضي الكوجينة باش نجم تراوني كيفاش باش نحضر. زيد الكل نحاول نحيوه نطبعوني فيسا فيسا أمان باش ما شاء الله تبارك الله. أي أيوتا راني نحاول فيسا فيسا خاطر تبارك الله الوقت يجري يعني وانتوما وما نشلقش به الوقت معاكم ما نحسش به جمله قبل كنا من باس يا غير رجين تو تبارك الله الوقت يجري هاي ما عادش قداش الوقت تو بريسك يمكن يعمل مطلع نص ممكن باش نحاول فيسا فيسا نحضر لكم. ريت الحاجه الباهيه في البلاك يعني فيسا فيسا تنضاف ما تسحقش برشا جهد البلاك ويربول اكس اليوم تعاوني الحق في الكوجينه فيسا فيسا تكون عندنا البلاك نضيف. به باش نحطو طنجرة باش نحطو فيها الزيت باش نقريو اليويو باش نحطو زيت نجمة خليو يسخن بسيسة بسيسة. اليويو من بعد نجمو نزيدو عليه شوية ججلين انا سلاطة خضرا وسكالوب وبطن وشربة متاع الحم عالوش. هاي سيدي عطينا شوية زيت نجم دونك شوية يلزم نبان طويل
بالنسبه للروسيت نتاع اليويو باش نشفوا لو بلون دو ترافاي. هذه الشحور شحور هاو لهنا مع فطاير حجازيه به. هاني نتبع شويه كومونتيرات على اليمين وعلى اليسار. اسمه زروق والله فقط شيف انا ليله شنعمل يوزف به اليويو. هذا يا سيدي يو هو حاضر البات هكا خليناها ترتاح. نجيبو الفرينة. عندنا فرينة فرينة الوردة. عندنا زادة الكمية نتاع الفرينة نتاع بكري. هاب صبها في صحفة. باهي خبز بالمفروم. نسمع اللي خلط علينا هكا نقول لهم باش نحضروا توا اليويو فيسا فيسا. انا ليزون بورت بيس هم موجودين. نحطوا يدينا في رينا. قال للراجل نحطوا يدينا في يدين بعضنا. الناس الكل هناك في تونس. باه باش ناخذوا بالنسبه للبات تاع اليويو هكا موجود نورمالمون ايبانجلي الروسيت. شنو فيسا فيسا نوريكم الطريقه نتاع تحضير اليويو. دونك البات كيما تراو فيها هاي لهنا هكا. الحاجه اللي ديما السهور مهلاش عليه شنو هو بروسيت يو. ما سحقش قلقان نجمو نحلوها حتى بيد ميمسي عندي يعني قلقان موجود. مي هاكا تبدا حاجه سمنيه. ما يلزمش من بات فوت سانتي بالنسبه لليويو. عندنا زاده سنيسه ديما نجربو بها هي المحل اللي حكيت الميم. انا باش نبدل نحط شويه نجينا نجيب لك مواله من غادي نحطو حدينا هيك مواله. نجيبو الشحور باش يكون زاده كيف موجودة تنبعت. وجينا هكا بسياسة بسياسة نحاول ندورو فيها كيما نجمو. سيرتو اللي في نحاول باش نوضحلكم الروسيت في أسرع ما يمكن. شحور خليوها بحدينا. شحور موجود شحور. نتاو باش نحضرو كعبات اليويو. اخترناكم البلا هذا باش نحطو فيه اليو لكن هنا به ناخذ تونس الهام. اي بيان سور ناخذ تونس. تونس احنا اون فيير دو ليتر يا الهام ان احنا توانسه. وكما ناخذوش احنا لتونس شكون باش ياخذ تونس يا الهام. نتصورك ما نجمش نقول عكس ذلك اللي احنا نفتخروا اللي احنا كنا توانسه وعندنا دراب وقت راه هاكا موجود في البيس تاع كوجينا. يعني كان احنا ما ناخذوش لتونس شكون باش ياخذ تونس. به سلام والله عاد سي رونديفو ميم سي سي تار شي نو ا سيدني. هاني نتبع. اي مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا. كيما قلت لكم شحور لازم يكون بارد. روسيت تاع يويو عايشك سعاد رمضان هايك ديجا ايبانجلي نورمالمون موجودة. دونك كيما قاعدين نشوفو نحاولو باش نحيو كبرات الكير. هنا زيد لابورت بيس هو اللي باش يعاوننا. نتاع لي زيت يسخن كيما عندوش لابورت بيس نجمو بأي طريقة. كيما قبل كانو ناس بكري سيرتو بالكيس ترابلسي يقولك نحضرو هاكا اليويو. حتى الكيلة اليوم كايبت الزيت بالكيس ترابلسي. يعني نتوما نجمو تتفكروا بالحاجات الزمنية الحاجات من القاعة الخابية. بس
تكون مازال الناس بكري تحضر بها ولا لا. كيما ترى نحبوه كعبات صغار فينو فيش قلت في شاهد. والله ما قلت حتى حد يعني واحد عنده في الكلب ما قلت حتى حد الحقيقة اليوم بيان سور وني فيها دات تونسيان هذا ما فيهاش كلام. ربي يحمي تونس وربي يفضلكم الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا في اللايف اللي يوميا نحاول باش نجتهد باش نحضر لكم منيو فيسا فيسا ب دونك نحطو كعبات ليو في ان با تويل نحاول نطلع لكم بالتريبي باش نجمو نتراو كعبات ليو وبالخميرة بالطبيعة يفوجوا ويجيوا بنين برشا برشا برشا. عندنا بانس نخلو بيه كعبة عيوب اسمعوا الحقيقة 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 باش نجيب التليفون باش نوريكم خاطر سورتو تعرفوني نحبكم برشا برشا. هاكم قاعدين تشوفوا في الكعبة تاع عيوب كيفاش قاعدين يومس ما شاء الله. كعبات ليو كيما قلت لكم راهو نحاول نقص شويه في الغاز باش ما يصعدوش بداو دوري سيرتو مع البلاك نتاع ويربول هاكا تعاوننا في الكويسون. ومن بعد نجمو نحطو جزلان نجمو نحطو جزلان على ليو نجمو نحطو شويه فاكهه كل قدروا قدروا نحاول انا نعطيكم لي زاستوس. ومن بعد نتوما تنجمو تجتهدوا وتختاروا كيفاش تحبوها تحضر ليو ونسيس بوك الويل نو موس با مديحه سالي او خلط مخر المديحه. دونك قاعدين نحضروا في كعبيت ليو هاكاش ديجا في بان دويل ما كثرش من هذاك نورمالمون كولوراسيون ديجا هكا تعمل 66 كيف. وتوا نعديوهم هما سخان حلوين ما شاء الله. دونك هاهم هاك باش طفي عليه الزيت ديجا باش نعمل كعبات على خاطركم. هاهم هاكا كعبات يويو نحطوهم في الشحور سيدي. تناخذ شويه زجلانه ماما عندي حكم تاع زجلانه هنا في الصاله كبيت يو موجوده كما نهز الدومه نعمل لايف على المخروض يا شيف والله ان شاء الله يمينة الماء ما شاء الله هاهم كعبات ليو سهلين يعني ما تقولوش راهو هما بالطبيعه بالخميره بعد يفوجوا ويعطيونا بنه اخرى. كل اللي يحب يو والله العظيم قال لي كيما تقسم نقسم اي نقسم للي يحب ياكل يو مرحبا بيه يجي والله ما نبخلش عليكم يا سيدي كعبات ليو مسحرين فما شكون كيف كيف كيما قلت لكم كل واحد كيفاش يحب اليو كامل لكم دو موديل ها هو اليو ناخذ شويه زجلين شويه زجلين دونك كان هذا اليو حضرناه قدامكم.
نزيد نذكركم في المنيو شنو حضرنا. حضرنا شوربه نتاع سبانخ، حضرنا سلطه نتاع لوبيا خضراء، الكابكابو، الجبنه نتاع الدجاج على الطريقه المكسيكيه، واليويو. ان شاء الله المنيو نتاع اليوم يعجبكم. ما بقالي كان باش نقول لكم، كان نذكركم اللي يكون نهار يجدد اللقاء معنا يوميا كما عودناكم الماضي ساعتين، حاجه خفيفه وبنينه. نشكر الناس الكل اللي تابعوا فيا في اللايف، بارتاجي لو ماكسيموم باش المنفعه تحصل للناس الكل. نشكر السبونسور الكل اللي موجودين معايا في الكوجينه، باش نجمنا حضرنا حاجه بنينه تاع مستر كيف، حازم العيسى راديو بون لونور، خالد عويج تونيسكوب اللي امنوا في البث، جميع الناس الكل اللي تابع فيا نقول لكم راني نحبكم برشا برشا، ويدي بالفارينه وبالبات شاي طيبه، ويعطيكم الصحه. ميرسي بوكو بوكو. اللي عنده اي سؤال ولا اي تساؤل ينجم يبعث لي ميساج على الباج نتاع الشيخ مؤمن، وان شاء الله بقدره ربي نحاول نجاوب الناس الكل. دونك كمان حضرنا اليويو هاك اخر حاجه بالحلو، وان شاء الله ديما عندنا الزهر والعطرشيه والحلو وكل شيء موجود في الكوجينه وفي حتى في حياتنا اليوميه. يعطيكم الصحه، كان معكم الشيخ مؤمن، ان شاء الله تكون عجبتكم الدبار نتاع اليوم، وان شاء الله الوقت لو تعدى فيسع فيسع. غدوه بقدره ربي نتقابلوا في حلقه اخرى في اللايف دايركت، وراني نحبكم برشا برشا، شهية طيبة. ميرسي بوكو.